من رحاب الهندسة المعمارية وعالم ترميم الأثار، تصمم غريس ريحان أزياء النساء بأناقة الماضي معطوفة على الحداثة العصرية. شكلت مجموعتها الأخيرة لوحة راقصة ومشهدا مسرحيا مستوحا من باليه بحيرة البشع. أساس الديفيلي اليوم هي الكولكشن مبنية اسمها الفيدرز باي ذا ليك، ومبنية على الباليه لاك دي سيني بحيرة البجع، وكمان مخلوطة مع قصة مع السينما، فيلم السينما بلاك سوان. بحب اخلق مثل قصة بالفاشن شو. شغلة كتير مهمة اللي لها علاقة بالهندسة وتيب، انه نحن كمهندسين يعني منحب انه نخلق جو يتحرك فيه الانسان براحة ويرتاح فيه، وانا كمان غير كمهندسة بحب صمم اشياء، بحب انه الانسان عم بيتحرك فيهم يكون مرتاح ويكون حلو، يعني يكونوا حلوين ومريحين مش بس حلوين. ناقصنا بحس انه إليغانس او الاناقة عم نفقدها تبعية من زمان، يعني بهالطريقة عم جربت انه بطريقة جديدة وعصرية انه تكون المرأة خفيفة وانيقة باشياء تعطيها جخ مثل الريش، بس بالسمبليسيتي البساطة تبع الكاتس. تصاميم غريس ريحان انعكاس لنمط تفكيرها بالأشياء، محترفها تطلق عليه حرف جيم، وهو ليس إلا مختبراً لتجاربها في التصميم الذي يمكن أن يطال كل ما تقع عليه عينها. ميرنا سركيس، NBC بيروت.